علي كمال. هذا طبعا أرمز فيها اللي هو كرسي الحلاق أسميه، الميتين عليه بكل مكان عدل، وهو بالنهاية كل واحد يقعد على هالكرسي، وكرسي غشاش تنكسر ريولة بسرعة. إيه إذا انكسر كرسيك وعندك سيرة طيبة الناس تذكرك بالخير، إيه يكون كرسيك في منفعة. أما إذا انكسر وأنت سيرتك سيئة لا بالله ما فلحت. إيه نعم الله يحفظكم.